في أجواء من الفرح والسرور احتفلت كلية علوم الصحة البشرية التابعة لجامعة أنجمينا بتخريج الدفعة 24 من الكلية، البالغ عددهم 147 خريجاً، 5 منهم أطباء نساء وتوليد. هؤلاء الحائزون على مراتبهم المتفاوتة في مجال الطب رأوا ثمار علمهم الذي حصدوه بعد سنين عدة. هذه الدفعة سميت بدفعة البروفيسور شوا أوشومي، وفي هذه المناسبة قدم ممثل الخريجين كلمة شكر فيها كل من ساهم في تخريج هذه الدفعة التي ساهرت وكدت للوصول إلى هذه اللحظة التي طالما انتظرها كل حال مثابر. من جهته البروفيسور شوا أوشومي حث الخريجين على ممارسة عملهم الطبي بشكل جيد وأن يكونوا على قدر المسؤولية التي حملت لهم. رئيس الجامعة أنجمينا بروفيسور محمد صالح دوسة أشاد إلى أن منذ فتحهم إلى قسم الطب بجامعة أنجمينا تخرج عدد كبير من الأطباء على أيدي مختصين في مجال الطب، وطلب من المحتفى بهم الالتزام في أداء مهنتهم النبيلة في كافة المرافق الصحية. ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عثمان محمد آدم أن هذه الدفعة تصف تقدم تشهد في المجال الطبي. أما من ناحيته وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم قال أن هذه الدفعة ستزيد من عدد الأطباء في المستشفيات والمراكز الصحية في كافة القطاعات الصحية.